يعني واحد مش ملاحق على ال... يعني انت الاهم من انت يبقى عندك الحاجه عشان تتعلم منها اللي هو تعرف انت عاوز تتعلم من انهي مصدر. يعني كميه المصادر المتاحه تعتبر لا نهائيه. وبعتقد يعني في رايي ان الموضوع في الاول وفي الاخر هو اختيارات. كلنا عندنا 24 ساعه في اليوم. لو كلنا بننام نفس عدد الساعات 7-8 فضلك 16 ساعه مثلا. شوف انت بتعمل ايه في 16 ساعه وحدد انت عاوز تعمل ايه بالوقت اللي انت يعني بره الشغل او بره الدراسه اللي هي الاجباريه. شوف انت بتعمل ايه بره وحاول تتحسن عشان بعد كذا سنه تلاقي نفسك السنين عدت وانت بتتعلم او بتتعلم وتطبق. ده يعتبر احسن. فكر في اللي انت طبقته ده افادك ازاي. تعمل زي يعني ريفليكشن على اللي انت اتعلمته. فبتحاول انت تجمع المصادر اللي هي يعني worth your time او تعتبر جديره بوقتك. لان فعلا الحمد لله كميه المصادر دلوقتي بدات يعني تبقى تنوعها وكترها بيمثل يعني زي عبء شويه اللي هو اسميها the paradox of choice. انت عندك كميه اختيارات كتيره جدا ومش قادر تختار اللي ممكن تعمله. انت ممكن تتفرج على كورس مثلا linear algebra او ممكن تتفرج على كورس بايثون او ممكن تتفرج على او ممكن تقرا كتاب مثلا في statistics او او او. فالموضوع وكلها حاجات مجانيه وكلها حاجات متاحه للناس معاهم يعني الامكانيه ان انت لو عندك انترنت عندك كل الحاجات دي. حتى لو عندكش انترنت دلوقتي كتب اسهل المراجعه اسهل. فالهدف زي ما اقول لك ان مش الجامعه هي اللي هتديك كل حاجه. طبعا الجامعه بتاسسك وبتحاول تخليك شخص متعدد الملكات او بتفكر بطريقه يعني well rounded. مش بس بتفكر في انا اشتغل على المجال التقني واخش ابقى تكنيكال جامد جدا. المفروض ان هي بتحاول توسع من طريقه مدارك افكارك او طريقه تفكيرك في حاجات كتيره جدا عشان دي المهارات الاساسيه اللي انت محتاجها في الحياه مش بس المهارات التقنيه. ياما شفنا يعني امثله كتيره ناس موهوبين جدا ما شاء الله تقنيا لكن مش بيوصلوا للحته اللي هم عاوزينها عشان مثلا ممكن عندهم مشاكل في طريقه التعامل مع التيم ميت او عندهم مشاكل في الكوميونيكيشن. ما بيحب مثلا ما بيحبوش يوصلوا المعلومه للشخص اللي حواليهم او بيت يعني في كميه حاجات ممكن عوائق بالنسبه. فسواء الجامعه يعني في اي جامعه فيها انشطه الانشطه مهمه. اي جامعه فيها اي وسيله تانية ان انت تزود من طريقه تفكيرك سواء مثلا دراسات في حاجات انسانيه زي السوسيولوجي او فلسفي لازم ومهم. الناس دايما بتكبر الحاجات دي بس انا حاسس ان هو بعد فتره هيقول يا ريتني كنت اخدت شويه يعني ايه من كل بستان زهر. ان ده هيبقى يفيدك على مستوى بعيد. لو سيبتك من كل الكلام ده المهم ان انت عندك وقت فراغ عندك حاجات ممكن تكون شغلاك عن الهدف بتاعك وتقول يا ريتني كنت عملت كده. النصيحه اللي بديها للناس ان هو بعد 10 سنين بعد 15 سنه الوقت هيعدي كده كده وتشوف انت كده هل فعلا لو كنت خصصت مثلا نص ساعه او ساعه كل يوم للحاجه اللي انت عاوزها شوف بعد كده المعدل اللي هيزداد دي. ان انت تشيل خالص الفكره من دماغك دي اكيد يعني دي وصفه اكيده للفشل. لكن انت مجرد انت تخصص الوقت وتروح عندك جديه في التعامل مع الحاجه اللي انت عاوز تتعلمها او تعملها ومجرد انت بس تفتح المجال ده بوسيله اسهل بكتير ان انت توصل اللي انت عاوزه.